مين اللي عليه عمرو؟ في خبر بيقول انه ادارة فيسبوك قررت انها تخفض مساحة الاخبار على فيسبوك وانها تزود شوية في المسائل الاجتماعية وعدد الاصدقاء اللي ممكن يكون موجود عند كل واحد من مستخدمي الفيسبوك. والسؤال بتاعنا او الموضوع بتاعنا دلوقتي عن تأثير ده على فيسبوك كمؤسسة. انا الحقيقة بشوف ان ده تأثيره على فيسبوك كمؤسسة هيكون تأثير سلبي لو تم، خصوصا انه في اخبار انه لا ده مش ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل العكس. السوشيال ميديا دلوقتي تحولت الى مصدر من المصادر الرئيسية لتلقي المعلومات بين الناس، تحولت الى مصدر من المصادر الرئيسية لتلقي حتى المواد الترفيهية، وبيحل محل التلفزيون في احيان ومحل الاذاعة في احيان اخرى ومحل الجرائد. الحقيقة لو هو اتجه في الاتجاه ده هيكون ده اتجاه معاكس للاتجاه الموجود في العالم وللاجيال الجديدة كلها رايحة له، وبالتالي هيكون ليه تأثيرات سلبية على فيسبوك ماليا. وده رأيي. انا اتمنى ان الخبر ده يكون صحيح، ان هم فعلا هيقلصوا مساحة الاخبار على حساب المساحات الاخرى، لانه فيسبوك اساسه كان نتورك للتعرف بين الناس، ان احنا لما اكتشفناه او لما ابتدينا نتعرف عليه ازاي تقدر تعرف زميلك في الجامعة اللي راح مش عارفة كندا، والفلان اللي راح السعودية، ده كان الهدف بتاعه. انقلب بعد ذلك، وطبعا استخدم في المنطقة العربية باستخدامات تختلف عن الاستخدامات في العالم كله، استخدم في المنطقة العربية منصة بقى للهجاء والشتيمة وقلة الأدب والابتزاز واللجان والكلام ده كله. في العالم برضو ده أقل كتير، ما بيستخدمش بنفس هذه الاستخدامات. لكن الحقيقة الوضع الحالي هو وضع محتاج ضوابط. أنا معرفش إيه هي الضوابط، بس الوضع المنفلت ده اللي احنا عايشين فيه في حالة من الهجاء وحالة من الشتيمة وحالة من استخدام الألفاظ اللي ملهاش أي ضوابط ولا أي احترام، ده لا يمكن أن يستمر. ده كده احنا في عالم من الفوضى في الجزئية بتاعت الأخبار وبتاعت علاقة خبر قرار زي ده بمقدار ما يمكن أن يحققه الفيسبوك من أرباح بيزنس وايز. يعني أنا شايف أنه الماركتينج بلان اللي هتتحط داخل مؤسسة فيسبوك هتقرر بناء على ارقامها واحصائياتها، اللي هي المفروض دلوقتي اكبر مؤسسة في الكوكب عندها الكوكب. طبعا بالتأكيد اكبر مؤسسة في الكوكب عندها بيانات عن المستخدمين. طبعا هو يعرف العالم كلنا يعني عنده مليارات من الاراء اوريدي جاهزة، هو يقدر يقول كويس جدا جدا انه انا يلزمني اخبار او ما يلزمنيش اخبار. الجزء التخيلي الجميل بتاع الاستاذ لميس اللي هو انه يبقى فيه ضبط وربط، هو برضه هيحصل في سيليكون فالي، مش هيحصل يعني لا مش عندنا مش هيحصل له حوار مجتمعي. لا في واحد قاعد هناك هو هيقرر ان هو هيعمل كده او مش هيعمل كده. ربنا اللي في السيليكون فالي بقى بالظبط الصالح بتاعه اللي هناك ده، الصالح بتاعه هيبقى صالح برضه اقتصاد، انا هكسب قد ايه. هو خسر فعلا، هو فعلا خسر. هو اتعمل يعني مثلا يوم الجمعه، هو ده فعلا بدأوا يطبقوه في بعض الاماكن، وانا قريت تقرير قال لك ان هو خسر في يوم واحد 3.4 مليار اللي هي الاسهم بتاعه الفيسبوك في البورصه. بعد هذا الخبر بعد ما اتطبق ده لمده يوم، يعني طبقوا ده وحصل له خساره، بس هو ماليا مش في صالح بس هو مش مهم بالنسبه له. يا جماعه مارك بيعمل مش مهم، لا هو قال كده على صفحته على الفيسبوك، قال عايز يرجعه للهدف الاساسي منه، وهو تعارف الناس. والله العظيم انا الاول حتى لو عنده الفكره دي انا ما افتكرش انها ممكن تحصل. بالعكس بقى، انا قريت
نوبل ان هيتم زياده مساحه الفيديوز على الفيسبوك ومساحه الاخبار اكتر. قريتي منه هو ولا دي اخبار مختلفه؟ لا لا ده كان ريبورت جاي للشركات اللي بتشتغل في المواقع الالكترونيه من فتره قبل ما يطلع الخبر اللي نزل بتاع انه هيقلل الفيديوز. ثانية ثانية، هو هيسيطر على مقدار الماده الاخباريه ازاي؟ في بوستات الناس مثلا؟ لا ولا مش هو عنده منصه اخباريه؟ لا لا مش لا لا مش هو منصته، الصفحات الاخباريه التابعه للمؤسسات الاخباريه بس والشركات والاعلانات ودي ودي بتدي له لا تمثل لا 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 كل واحد في المليون من حجم ضخ الاخبار، كل صفحه من الصفحات اللي بتحاول تعمل اعلانات عشان تحصل على متابعين اكتر هي بتدفع للفيسبوك فلوس مقابل هذا. كمان يمكن اللي المفروض يتعمل اللي هو الهيت سبيتش اللي هو ان يبقى فيه يعني حاجات لها علاقه بمثلا الفاظ معينه لها علاقه بالتحريض لا علاقه بالكراهيه لا علاقه بده، ودي بتنفذ في العالم بس دي اوريدي معموله على فكره، دي برضو طبقوها دي فين عندنا؟ لا دي طبقوها هو سايبها لوجهه نظر المستخدمين الاخرين. يعني انا لو نشرت صوره فيها محتوى عنيف دموي مثلا من حق المستخدمين الاخرين يعملوا لها ريبورت، انما هو مش راضي يستخدم قدرته على ان هو يقرا محتوى هذه الصوره في ان هو يقول دي جرافيك من الاول. لازم انا اللي اقول ان انا مش عايز ماده جرافيك، ولازم الناس اللي حواليا يقول ان هي هو بس هو بيتكلم على الجرايد اللي هي على ليها صفحات على الفيسبوك، بيتكلم على الشركات اللي ليها صفحات على الفيسبوك اللي بيعملوا تجاره وبزنس على الفيسبوك، هو بيتكلم على الاعلانات كمان. يعني هو مش بيتكلم على انا مثلا ببعت له خبر او بنكتب بوست فيه خبر، ما بيتكلمش على ده، بالعكس ده في تفاعل. ده زي ما هو لو حسبتيها يبقى مقدار الاخبار اللي بوزل فيها قدر من المهنة هيقل، ومقدار الاخبار اللي الناس بتتداولها عشوائيا لكن هو في الاخر سوف يضر. انت يعني انت دلوقتي قلتي انه في 3.6 مليار دولار خسائر في يوم واحد في اسهم 3.4 في الاسهم في اسعار القضيه. احنا قلبنا على مكاسب مارك زوكربيرج دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه بصراحه. احنا بنناقش تاثير الكلام، انا عايزه منه بس مليار واحد. طب خلونا نذهب لموضوع اخر، والحقيقه في اعلان كده في احدى الصحف جذب انتباهي جدا. الاعلان ده هتشوفوه على الشاشه دلوقتي. الحقيقه واحد بيقول لمراته، انا افتكرت ان هو بينعي مراته الاول، يعني انا لما رحاب برضو بعتت لي بتاع رحاب النهارده معانا كتير، لما بعتت لي القصه دي قلت لها ايه ده ماتت؟ يعني لا ده بيعتذر لها. قلت لها بيعتذر لها ليه؟ مات؟ هو عيان؟ يعني بينتحر مثلا؟ ما علينا. بيقول لها ايه بقى؟ وانا الحقيقه بقدر جدا اللي هو كتبه، بكيت يعني حسيت بدموع كده. حتى ابتلت لحياتي. ما اجمل ان تتجدد علاقتك مع من تحب وتحترم وتقدر. وبعدين في علامه تعجب، استنوا، او في علامه تعجب. وما ابهى ان يكون التعبير عن ذلك الحب والاحترام والتقدير رساله اعتذار وتاكيد على ان الرابط النفسي والقلبي والحياتي بين اثنين. فين المزيكا؟ انزل المزيكا يا تامر. مزيكا رومانسيه. هو خير تعبير عن القلوب التي تدمع، والتسامح اسلوبا والعفو منهاجا والصفح شرعا والحب سبيلا. وبعدين في علامه تعجب برضو بتهيألي. في علامة تعجب على فكرة. بانكتشويشن بتقلقني جدا. الموضوع اسمه ايه بالعربي؟ علامات التعجب دي على فكرة لها معاني، فخلي بالك. وحينما تصفو الأشياء وتتجلى روعة الحياة، لا أجد أكثر من زوجتي الفاضلة فلانة الفلانية رمزا لها ومرآة تتسع لكل الأشياء الرائعة في الحياة، وإذا أراها دوما على زورة الملائكة وسأظل ما حييت أفخر بها وأتفاخر بها وتقارب رقبتي إلى عنان السماء. هو اللغة العربية برضو محتاجة تقارب رقبتي إلى عنان السماء، وبارتباطي بها ووجودها في حياتي الذي يعطي تلك الحياة المفهوم والمعنى تتلألأ ولادنا، وحط صور الولاد وكده واساميهم باين. الحب كله لزوجتي والتقدير الكامل لبنتنا وكذا، املا الصفح والعفو والتسامح، اعتذر لك يا زوجتي الحبيبه على الاشهاد. عمل ايه بقى عشان يعتذر؟ ثانيه واحده بس. انا بقى ادخل، يعني لسه ما قالتش ده رايي. هو السؤال يعني انا قعدت
اقول لها هو بيموت هو عيان هو مثلا يا ايام هتقوم هو في حاجه الست عيانه مقدر في ايه مسكت عليه حاجات مسكته مثلا في اي حاجة يعني كان عنده فضيحة مثلا لا قدر الله. انا طبعا بحترم الناس فانا مش عايزة يعني بحترم طبعا الشخص جدا فعشان برضو ما يبقاش في اي سب وقصف. ايه امتى الرجل بعدين سألت نفسي سؤال هو امتى الرجل المصري بيعتذر؟ اكيد في مصيبة جعلته يعتذر. وانا هنا الحقيقه مش عايزه اخد القصه دي بالذات لانه بحترم برضو اشخاصها عشان ما يبقاش فيه اي سب وقصف ولا اي اهانه. بحترمهم جدا وبقدر جدا الكلام اللي حضرتك كتبته. بس هو السؤال امتى الرجل المصري يعتذر؟ لازم في مصيبه تجعله يعتذر. بيعتذر بعد ما يقتلها. لا والله بعد ما بيندمش. هسال السؤال ده رايي اللي انا بصراحه ما عنديش راي في هذا الموضوع لاني ما عنديش اجابه. هو امتى الراجل المصري بيعتذر عموما يعني؟ زار تتجه اليك. نعم على عكس ما تعتقدون الراجل المصري كأنه الراجل المكسيكي يعني عشان ما نبقاش بنتكلم. لا الراجل المصري عشان بنتكلم المكسيكي ده عمر دي حاجه جلوبال اللي انا هتكلم فيه ده حاجه جلوبال. جلوبال الراجل بيعتذر لما بيتجوز. اوكي بيعتذر لنفسه وهي لا لا والله مش كده ما اقصدش. لا العفو طبعا هو للعالم. يا عم اسمع يا عم اسمع استنوا. هو بيتعلم انه لازم الكلمه دي تبقى عارفه خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. بالظبط في الجواز هما خفيفتان على اللسان. انا اسف سوري يا حبيبتي. اوكي سوري يا حبيبتي. مش متعلم. اولا هي جمله بتقضي على الكثير من المناقشات اللي لازم تموت في مهدها. مناقشات لازم تموت في مهدها. اللي هو مش احنا كنا نقول انا اسف. لا فهي ترد عليه تقول انت بتجيبني عبيطه. انا اسف. عارفه اللي هو اسال حاجه فتقولي حاجه كده. اي حاجه. اي حاجه. انا اسف. اي حاجه. اوكي اسال حاجه في الدنيا. هي من خفتها دي اول حاجه. ان هو بيعتذر لان هو دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تنقذ حياته احيانا وهو متجوز. ان هو يعتذر على الملأ وفي الجرايد وحاجه زي كده. ده 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 مثل اعلى. ده راجل يتخذ مثلا. ايه متخيل ايه ماسك عليه شيكات. انا ما اعرفش سيديهات. ثانيه واحده احنا ما نعرفش. لا عشان ما ايه ما بلاش عشان طيب. بغض النظر انا بس عايز احترم الشخص. بالعكس انا عجباني جدا الفكره اللي هو عملها. السيد الفكره بس اللغه. لحظه واحده. لا وحشه قوي. لا ثانيه واحده. هذا الزميل الفاضل. ايوه ما هو رجل. نبراس نبراس. بس انا سعيده بزوجته. انا ماليش دعوه. لا 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 زوجته زوجته عظيمه. هو اللي نجم. اعتذر لي في تلا عارف اللي هو تلا الجرايد الرسميه. هو اللي نجم. هو اللي نجم. ما طلبتش. هي غالبا ما طلبتش. هو اللي جوز. ايوه غالبا هي ما طلبتش. ده اكيد مكتوب كتابه في عقد. قالت له في تلات تنزل اعتذار في تلات صحف رسميه في تلات صحف واسعه الانتشار. اطلاقا اطلاقا. لا لا هو بس كل الحكايه هو نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك ده بس هيبقى مكبر شويتين. يعني مقدار الكارثه اللي هو بيحاول يتفاداها. رقبتي عليت ومش عارفه. لا لا سيبك من العرض الحالي اللي مكتوب. وبقت عنان السماء. هو انت ما شفتش عنان السماء ده قبل كده؟ سيبك من الـ من الـ من اللانجوج. سيبك من الـ من الـ دي صياغه. ده اكل عيش. ده اكل عيش. انما هو فعلا واحد زيه زينا زي اي راجل في الدنيا. مؤاخذه. طب ما سؤال. بيحاول يسرفايف. بيحاول يعيش. فارس انت بتعتذر امتى؟ انا لا اعتذر. ما بعملش حاجه تخليني اعتذر. اوبا تصحيح. تصحيح بس. انا ما بعملش حاجه على وقت انه دايما بيغلط. ما بيتمسكش بحاجه تخليه يعتذر. لا يخطئ. ما بيتمسكش بحاجه تخليه يعتذر. يعني ايه؟ ايوه هو ده الوضع الحالي. اللي ما بيغلطش يبقى ما اتمسكش. هو ده الوضع الحالي. يعني ايه الوضع الحالي؟ يعني ايه ماشي لا انا لا اعتذر. انا لا اعتذر ولا اطلب اعتذار. لا 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 انا ما اتكلمتش على انك تطلب اعتذار. انا بسالك لما بتحس ان انت قد اخطات في اي شيء ما بتعتذرش؟ لاي حد طبعا. ولا لزوجتك؟ طبعا بعتذر. بس لو حسيت انت بتساليني بقول لك ايه لكن انا عمري ما اعتذرت.
نيفر نيد. انا بعتذر، انا بعتذر ثلاث مرات بين كل اعتذار واعتذار. قبل الاكل بقى بين كل اعتذار واعتذار. بس بيعتذر ثلاث مرات بين كل اعتذار واعتذار. بس في حاجه انا وصلت معايا لدرجه اللي هو انت بتعتذر علشان تسكتني، يعني حتى الاستاذ ايوه عشان انت بتقول اسف من جوه. بس عايز اقول لك على حاجه، مالك انت؟ انت مالك يا بنتي؟ في ايه؟ انت مالك؟ كل حاجه قلبك يا جرح. انت مالك وما انت عايز برضه كلمه اسف بتريح. المثال اللي طبعا مضايقني طبعا. لا كده فرغ الكلمه من مضمونها لما طول الوقت بيقول اسف اسف. بقول لك ايه؟ بس لا خالص كده ولا ليها اي معنى. بس عايز عايز اقول لكم على حاجه، هو يعتذر عن ايه؟ ما هو اكيد عمل غلط، عمل مصيبه. ما هو احنا اي حاجه قالها اهو الصح. الراجل ما بيعتذرش عن المصيبه، الراجل بيكتب بيقول هذا الاعتذار. الراجل بيكتبه او بيقوله الصفح علشان يعيش، عشان يريح نفسه، دي طريقه علشان يريح دماغه. لا هو اكيد عمل مصيبه وعلشان كده بيعتذر. المثال اللي بس كويس ان هو عمل مصيبه وبيعتذر فيه، بيعملوا كوارث وما بيعتذروش. لا ما هوش فلوس يدفعوا للجرنان بس يا جماعه. لا لا ولا 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 على فكره انت ممكن تعتبري حاجه كارثه وهو بالنسبه له تبقى حاجه عاديه خالص. تفتكر؟ طبعا في حاجات كوارث، في حاجات كتير قوي انت ممكن تعتبريها كارثه وهو يعتبرها حاجه عاديه خالص. ما هو بقى هو بقى هو اساسا ما هوش حاجات فاهم اللي بيعمله. تتقفش في مكان صوره مش عارف تبص على كريدت كارد، رساله على الواتساب مش عارف ايه، كريدت كارد بتاعك وتلاقي ان هو مدفوع. انا ملاحظ ان كريدت كارد دي اتكررت مرتين. الكريدت كارد اهم حاجه، درس من ده واحد، فواتير الكريدت كارد بتاعته بص عليها كويس. اوعي تعديها، اي جواب يجي لك البيت افتحي الجواب. سوري اصل انا فتحته افتكرته بتاعي ففتحته بالصدفه. اتعلموا يا جماعه دي على طول تكتشفي بقى، تروحي قاريه فراقه كده، فراقه تصوري وصوره براحتها بعد كده. صوري بسرعه كده، مفيش ولا راجل هيعتذر. فانت بسرعه تشوفي هتلاقي بقى اوتيل كده، مش هتلاقي ولا راجل هتلاقي برضه يا فندم. خليني اصحح لحضرتك معلومه مهمه جدا، زي ما العملاء السريين بيستخدموا الكاش تفاديا للحاجات دي، الرجاله برضو هم يعني ما بيمشوش بكاش كتير. لا عندهم عندهم اكتر من كريدت كارد. المهم اي جواب يجي لك افتحيه. انا بشكركم شكرا جزيلا. خلي الجوابات دي تجي له على العنوان الثاني. طيب مش مفهوم يعني، هيبقى مصيبه لو في عنوان ثاني. احنا سوري يا حبيبي، لا سوري والله ما اقصدش. لا احنا اكل طلع وحش بجد، معلش دليفري ما طبقتش من اصلا. بكره بكره عندنا حلقه كامله عن مئويه الزعيم عبد الناصر، ما له وما عليه 100 عام على مولده. والحقيقه الحلقه هيكون فيها كثير من النجوم، نجلو عبد الحكيم عبد الناصر، وحفيده جمال خالد عبد الناصر، وايضا هيكون معانا اساتذه كبير كتار، يعني استاذ يوسف القعيد، ويعني عدد كبير من الخبراء هيكونوا معنا لتحليل 100 عام على ميلاد عبد الناصر. أشوفكم بكرة بإذن الله، وهذه رميس الحديد، صباح الخير.